السر في طريقك، ولا مانع من أن تلتفت بين الحين والآخر إلى الوراء لكي تتأكد أن وجهتك هي الصحيحة. حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج المحطة في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة مع ضيوفي. اليوم ضيوف مختلفين عن كل حلقة، اليوم ضيوفي هم فنانين ولهم يعني باع طويل في عملهم، لذلك خليني أرحب بضيفي الأول الفنان مازن محمد مصطفى. حياك الله ورمضان كريم. حياك الله يا سيد، ورمضان كريم عليك وعلى عائلتك وعلى شعبنا العراقي والأمة الإسلامية، إن شاء الله ينعاد علينا بالخير والسلامة. إن شاء الله إن شاء الله. أيضا ضيفي الآخر هو الفنان محمود شنيشل. حياك الله ورمضان كريم. الله يسلمك، رمضان كريم عليكم وعلى عراقنا، وإن شاء الله نبقى بخير وسعادة وكل أفراح إن شاء الله. ضيفي الثالث هو الفنان أحمد الطيب. حياك الله ورمضان كريم عليك. حياك الله يا رمضان كريم عليك وعلى كل متابعي قناة الأيام، وأتشرف أنه أكون بين الأساتذة بهذا رمضان. حياك الله. أيضا ضيفي الرابع هو الأستاذ الفنان علي نجم الدين. حياك الله. حياك الله. رمضان كريم. رمضان كريم يعود على كل مشاهدينا الكرام، على كل شعبنا العراقي من شمال الجنوب والشرق الغرب. رمضان كريم على أخوتي، وسعيد حظ أنه شفت أصدقائي الفنانين خلال شهر رمضان. هو إحنا الفكرة من البرنامج حتى بالمكان وبالإعداد أنه لازم نرجع ذكريات، فلذلك هو اسم المحطة. وحتى يمكن إذا تلاحظون إحنا مختارين المكان إلى فد صيغة وإلى فد دلالة. هدف معين ودلالة معينة. خليني أدي بالسؤال البديهي، إحنا برمضان عادة عندنا عادات وتقاليد تختلف عن بقية الأشهر، فكونكم فنانين يختلف الأمر، يصير عندكم في بعض الأحيان تصوير، يصير عندكم يعني العمل ما يكمل قبل رمضان. إحنا نعرف الدورة الرمضانية تختلف، والبرامج الرمضانية والدراما في رمضان تختلف، فلذلك يمكن يكون يومكم يختلف في رمضان. خليني أبدي من عندك أستاذ مازن، شو رمضان وياك وأنت قديما، خليني نحكي قديما أول ما بديت رجال كبيره يعني قديما. لا لا احنا هم راح نرجع، راح نجي واحد وانا من البارحة احكي لك أول بارحة رمضان. يصغر بروحه لا علاوة بعد شاب زين صدق ابن البارحة علاوة. رمضان سابقا شنو اللي اختلف عن رمضان هسه، وكونكم فنانين شنو اللي يختلف عن الشخصية الاعتيادية الإنسان العادي البسيط؟ يعني الحقيقة قبل أن يعني نجي للدراما وغيرها كنا ما يعني مثلا ما متزوجين، ما مسؤولين عن أسرة، نعم، فما عندنا ذيك المسؤولية. طب للبيت تلقي الحجية الله يرحمها جاهزة، يعني يعني كل شيء جاهز ممكن. بس احنا عندنا طقوس في رمضان يعني خاصة بالوالد الله يرحمهم راحة، الله يرحمه فرحمة على روحه بحق رمضان. الله يرحمه الله يخليك. عندنا طبق ثابت 30 يوم هذا المخلمة عليها بيض، هذا ثابت ما بيها مجال. شنو السر؟ ما أعرف الوالد لازم أكو مخلمة عليها بيض. إحنا نعرف الشوربة هاي معروفة، لا هاي شوربة هجي يعني هذا بديهيات. لا أسب قصدي بديهيات عند الكل هاي، نعم الشوربة، بس المخلمة عندنا. يعني من يقول علي عدو مخلمة؟ لا ما من يقول محمود عدو مخلمة؟ أي صحيح. هساني استغربت ما جد محمد مصطفى، ما جد حجي محمد لعد البيض صار 5000 من وراهم. إيه صدق 30 يوم بالمناسبة. يعني البيض عيون، وهذا الطبق مستمر وياي أنا شخصيا لحد الآن. الله يساعد. إيه والله لحد الآن إرث، هذا إرث. إيه طبعا أنا زين. هو يعني ما فد يوم سألته الوالد الله يرحمه إنه شنو السر، هل هو ماخذه مثلا هم إرث يعني إنه ماخذه وياه، لو هو عنده فد عادة وتقاليد إنه هذا الشيء ريحة برمضان، إنه هاي الأكلة تريحة برمضان. إيه ما يعني ما أعرف، أنا ما سأله وما أعتقد هو ماخذه إرث وما أعرف شنو كذا. قعدت ليش أخذت إرث؟ أنا مو وعيت يعني وعيت للدنيا شفته موجود في كل رمضان فاستمر عندي. هسه بالمناسبه يسووه بالبيت، ناكل ما ناكل لازم اكل. المهم تشوفه قدامك. المهم تشوفه يعني. وبيض عيون مو خبط وما اعرف شنو. اي يعني في الطقس خاص. الطقس الثاني نعم. ها هو شربة النوم البصرة، هذا ضروري، هذا ما ابي يعني ما تغيرون ماكو من نوم. احمد جاب لي نوم بصرة، لا احنا هسه انا ما عندي، بس اذا احكي لك على ايام الصبا نعم الوالد اول يوم يخدر لنا
يعني يسويه هو بيده نفسه بيده بيده يسوي واللي يبقى يتخمر الثاني يوم يصير بعد اطيب بعد اطيب يعني يضيف له وحده وذني متخمرات تصير اطيب واثخن يعني اللون يختلف بس اول يوم شويه مو طيب يصير بمروره هسه هسه صارت عندنا غير مسؤوليات صارت عندنا عائله لازم تحضر يعني لازم انت تسوي انت المسؤول عن كل شيء انت مسؤول عن كل شيء يعني يعني تراقب الاولاد يعني خاف يزاغلون خاف يفطرون ورا الباب صح اي صحيح هاي الخبز اليابس اللي تشقشق ورا الباب شلون تكتشفه تجملهم تجمل لهم رمضان وتخليهم يحسون انه رمضان الى قدسيته اكيد اكيد يعني حتى على السحور يعني يعني احنا نشتغل على امر لسانهم شيء يعجبه ياكل نسوي له حتى تحبهم تحبهم بهذا هو يعني شوفي سفره رمضان ما شاء الله يعني هي انا اعتبرها رحمه من رب العالمين اكيد اشكال بيها بس انت كل شيء بتقدر تاكل يعني اكلك فعلا. يكون كلش بسيط ما اعرف ليش يعني جوع انه يعني من وجبه السحور الى وجبه الفطور فتره طويله يعني ماكو ريوق ماكو غداء فعلا بس انت ما هو عباك انا ايش اقول على الصايم اقول الصايم صار عينه ضيقه اي والله يريد شوربه ويريد مخلمه ويريد تمن ومرق ويريد كباب ويريد اليوم انا قاعد الشهر قلت له عاجبني بنجان قلي سوى لي بنجان قلي ليش اكلت؟ انا زوجتي من نروح نتسوق من الاسواق تاخذني ورا الفطور اقول ليش ما نروح قبل الفطور؟ تقول لي لا مو انت جوعان راح تتسوق اكثر بثلاث قاطات اربع صح فتقول لي نروح ورا الفطور احسن هي علميا فعلا الجائع يتسوق بطريقه نهمه اكثر مما الشبعان خليني اجي لاستاذ محمود ذكرياتك هم نفس ذكريات استاذ مازن هم عندكم طبق هذا رئيسي ماخذيه من العائله ومتوارث لا تقول مخلمه انا بالنسبه لي يعني الحمد لله والشكر فكيت عيني على رمضان يعني هاي الموجودة عند العائلة العراقية يعني الشوربة والتشريب أهم شيء موجود بالفطور التشريب شوف طبق آخر هذا تشريب لازم سواء تشريب دجاج أو تشريب لحم لازم موجود التشريب يعني قصدي لازم يصير ثرد النقوع أي لازم خبوز ويتنقع يعني هذا بالشيء سلة تشريب لحم يعني حتى من كان عندك سنون فهذا الطبق ثابت يعني التشريب موجود البقيه هاي موجوده اكلت ما اكلت التشريب موجود اي لازم رحم الله والديك باكر التشريب انت احسن واحد بالتشريب بس هو من اروح يم البيت يسوي لي اكل فد نفسيه مو طبيعيه هو يطبخ نفسه يسوي لي عروق بطريقه مخيفه جدا الله يسلمك بيت الكرم وبيت يعني الاحباب يعني انا الله يديمه الله يديمه الله يسلمك يا رب خلينا نجي للساكت الصامت لا انا اسال استاذ مصطفى استاذ مازن عفوا اقول استاذ مازن انت تقول انا افطر بيض عيون او مخلمه زي ما انت تفتح الباب دنيا الصبح لو المغرب هذا ريهوك طبعا عندك جلاده السحور اي فعلا على السحور يعني انا متاكد هسه حتى المشاهدين من يشوفون يمكن البيت الوحيد بالعراق بيت استاذ مازن من قبل يعني لان انا ما شايف يعني خاصه هسه حديثا هو بس هم يسوون لا اقول لك بس انا هسه روح للمطاعم هسه هي موسوعه جينيس انقتل طبعا على فكرة تلاذتهم أساتذة بالمطبخ عكسهم تماما آني أنت ما أكل كل شيء ما أكل بالمطبخ أحمد يركب أنت بس تأكل أنا بس أكل وأقول جيد البارحة أنا كنت خطار يم علي بالبيت يعني أخذت عائلتي ورحت يمهم نعم يعني رحت لهم تقريبا بالعشرة بالليل 12 ونص يلا طلعت قاعد هو ما قام للمطبخ طبعا جانا العصير وجا الكيك وجا الشاي والكعك والمدري شنو هاي التعلوله يعني هو قام للمطبخ زوجته قامت زوجته قامت مطبخ وانا قاعد كاي يمكن شيف مشرف هو مو مشرف هو والله العظيم متذوق لا يعني حتى تصدقين هسه انا اذا اقول لك والله العظيم مره واحده اتذكر قبل فتره قام للمطبخ سمع الصوت طق الطباخ اي والله طقت القنينه قمت انا بالنسبه لي رمضان يعني انا من انا صغير ابوي ياخذني على السوق يعني من دون اخوتي نروح نتسوق قبل الفطور بحيث حتى هاي ايدي شبع الضرب قبل الفطور انا كل ساعه مديدي على الطرشانه على المدري شنو على هذا تريد تاكل بس انت صايم بس انا صايم اجت ايام ما صوم لا من يذوق الشوربه خاف فيها ملح زايد خاف قبل الفطور لازم انا اذوقها زين فتعلمت على المسواق اروح للسوق اتسوق ابو على ابوي شلون يتسوق مدري شنو فهسه من الزواج صارت عندي سهله بحيث انا هسه قال لك على وانا ابو مطبخ يعني مثلا هسه راح ارجع للبيت راح اخذ اشياء بدون ما اسال زوجتي اعرف هي هاي الاشياء نقص
يعني لين اطب للمطبخ وافتح الكاونتر واشوف واساعدها. حلو هذا الشيء، حلو التعاون. أي. يعني بالتالي مو بس ناكل ويعني يعني هسه احنا باكر نعوض البشياء. هذا مسمار، هذا مسمار. لا هسه مجند خابر علم عبد الله ويسولف بيناتنا. بس المشكله يعني هسه انا يعني عندي بس بنتي عمرها سنتين وزوجتي مو مثل يم الاهل. يعني شايف السفره تصير صغيره. صحيح. يعني التمر واللبن واحد يفطر وما ادري شنو اشياء، بس من رحم الاهل غير. بس انا مفتقد الشغله واحده. يعني قبل كانت انه من الساعة بالخمسة للستة للستة للربع بهاي الفترة انه الباب ما يسكت، كل ساعة جاية صينية ولازم ترجع لهم ويجوك وما ادري شنو، هاي مفتقديها هسه يعني باكثر المناطق اللي ببغداد. بالنسبة لكم هسه بالنسبة قليلة لكم. قليلة بالنسبة يمنا بالنسبة يمنا هسه منطقتنا انا قاعد بالاسكان هسه. ايه. ابد تحياتنا لاهلنا الاسكان. الله يسلمك حبيب قلبي. الصواني مشتغله. العدد هذا الصواني مشتغله عليه من السوق. هي على مناطق ومناطق. فعلا اكو مناطق راحت من بعدنا بالحريه. انا بس مايه. انا بس يجوز لان بس مايه ما ادري الطريق نص ساعه بعد ما يجوز يجوز. تعتمد على مود البنايه لانه شقق لو بيوت تختلف. ما اعرف والله. اي انا مفتقد هاي الشغله. بس قلت لك يعني انا بالبيت المسواق التفاصيل كلها علي، اذا برمضان واذا قبل رمضان. اي لازم واحد يطلع شيء باليوم يعني. يعني ولو طلع لك كاسه شوربه للجوار اي اقرب. والله البارحه البارحه نويت اسوي شوربه ثواب صار تراب ما طلعتها. طلعت جو تراب لازم اسلفي وودي وهاي قوه دبرت اقباقها وطيت للجيران. يا باب انت انت ما تقدر، انت رجال كريم شو تسوي؟ سادان احمد هسه احنا بدنا نسمع، بس بدنا نسمع شيء على ارض الواقع ما بدنا نشوف، يعني انتم بس تحكون ارض الواقع ماكو شيء. لا خوم يعني شوفي مثلا ارض الواقع شو نقول بنطفى المطبخ مالك ترتين تشوفين تضيفين على السناب. بالنسبه لي بالنسبه لي رمضان اي ما راح تسأليني غير اكيد لانه وصلنا لك. بالنسبه لي رمضان احب رمضان ما قبل يعني 10 سنين او اكثر، ولحد انا احبه. اوكي رمضان يعني باقي على طقوسي والله واشك يعني لا 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 اشك ابد لا صايم وها من النوع اللي اصوم ما اضوج العائله ابد يعني ما اطلب ما يشهي ما اشهي ابد ماكو رمضان قبل هاي انت لا المفروض يطق جائزه ودعتك ما اشهي والله ابد ولا اتدخل شيء خلون اكل حلو شي بس بالفطور لا بس بالفطور بالسحور تختلف الوضعيه ورا التسعه انا بالسحور احكي لكم انا استاذ مازن قال نجيب مخلمه انا بالسحور ببيت جدي من كان بيت جد بعد ما يعني خوالي طلعوا وكل من بيت وهاي كانت اكو طقوس والله اذا اتذكرها هسه يعني تدمع عيني هالقد ما جميله ما اعرف شنو السر اللي كانت خالتي كبيره تخلينا تمن ومرق وبتيته مثلا وهاي صينيه ناكل نخلص نقوم اكو صينيه بيها بيض وقيمر وريوق نقوم من هاي الصينيه نقعد بهاي الصينيه شنو السر هذا تقدر تقول لي اياه مثلا لو خابر على خالتي كبيره لا لا شوف شوف والله العظيم راح احكي لك سالفه شوفني زين كنا بالقسم الداخلي ها مو نقرا وكذا تعرف يعني جلسات سمر تصير فتصير ب 12 في الوحده نقوم نسوي بيض ها ونطلع جيمر وجبن فسالوني مره قالوا معقوله يعني ساعه بالوحده جيمر قلت لهم هذا الريوق حتى نقعد مباشره نغسل ونروح للمعهد اي والله كانوا يسوون لنا تمن ومرق والاشياء بعدين نقوم يعني نقوم من هاي الصينيه نحول اكو صينيه هنا انتم مجبورين يعني تاكلون يعني مو مجبورين بعد بالسحور يعني بالسحور ثاني يوم ما تسحرون لان هاي ما له مال ثاني باليوم ما اعرف شنو السر هذا يعني اللي كان فكانت لمتنا حلوه يا عمي انت استاذ مازن لا البيض يمكن والله العظيم هاي هم هم ارث هي رمضان كانت اللمه اجمل ما برمضان كانت العالم تلتم الاقارب الجوارين وهذا التليفون شيل على قلبنا طبعا يعني الناس الناس مبتهجه وفرحانه العالم ما تنسى عذرا استاذ محمود الظروف اللي مر بها العراق الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه والظروف الحروب وغيرها خلت الناس في بعض الاحيان تخاف تخاف من يندق الباب تخاف فلذلك يعني شويه شويه هسه بدينا نرجع انه تصير الجيران وترجع لمه الجيران والاهل يعني قبل اللي يتزوج الخوف بس من المناطق الحديثه المناطق المناطق الشعبيه القديمه ماكو بها اي خوف في اوج الطائفيه ما صار بها خوف ماكو ما ما ماكو خوف ماكو خوف لانه جارك تعرفه نعم لك هاي وحده اقول ترى ذاك اليوم كانت هي مال ما يعجبك الاكل بالبيت تدق الباب على جيرانك تقول لهم صبوا لي ذاك اليوم انا اليوم 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 انا نايم قبل الفطور قعدت توضيت مش انا قبل الفطور اصلي قبل الفطور يعني قبل من ياذن اصلي لانه شايف من تاكل تخدر بعد تتسنح بعد ما تقدر تصلي فاصلي انا اليوم نزلت لقيت جوارينا جايبين دجاج وتمن احمر والاهل مسوين
تمن وباميه وعروق واشياء، والله اكلت هذا الاكل مال الجوارين يعني صارت ايدي يمه اكلته. فاحنا مستمرين يعني مناطقنا مستمره. اي جوز جيران على جيران جيرانكم عندهم غلط بالراكور. اللي تمن احمر ودجاج. إيه تمن احمر لازم ازوري. لا دجاج مشوي. يعني بعد يسمعونا خلي يسوون نباش ازوري. اليوم ابني سولف لي نكته. تحياتنا لجيران. جيران علي. اهلنا بالعراق. يا ريت بكره ايش بتجيه بكره؟ ايش تريد اكل؟ يعني بعدني هسه شبعان ما مشتهي شيء. تريد نوصيهم علي. استاذ مازن بعد نخبز بالبيت. نخبز بالبيت. مخلين التنور ونخبز زين كل ساعه طلع عن قرصتين كل ساعه دقه والله يعني ما احكي قلت لها يابا محارث شو القضيه؟ قالت ابو حارث ناس دي يجون وكلهم جوارين ويشمون ريحه الخبز فعلا. يعني شو اقول لهم؟ لا قلت لها عمي بارك الله بيك ابو الحارث شهرين او ثلاثه من الاشهر الهجريه ذني بهن بركه ورحمه من رب العالمين سبحان الله اللي هي رمضان يعني هواي تشتغل عليك صواني هساني قاعد بالمستنصريه يعني يوميه تجينا شغله من الجوارين بالاضافه الى ذلك احنا ايضا نطلع ومحرم وصفر سبحان الله يعني تمر بيك يعني مثلا في 10 15 يوم انت ما تطبخ من ورا من ورا النوبيه بيها شغله حلوه من تروح تاخذ تبن قيمه ما تستحي انا لازم شرب هاي يعني مثل وهذا ولازم شرب وتعدات ما بيها خلينا استاذ مازن يعني حكينا شويه عن اجواء رمضان وكذا خلينا نحكي شويه عن الدراما اليوم ما يحدث في الدراما العراقيه هي مو يعني حديثه الدراما العراقيه وهي من اقدم يمكن اللي موجود بالساحه عندنا احنا حتى التلفزيون هو احنا اقدم صح. بلد جبي التلفزيون فبالتالي المسرح عندنا قديم والدراما عندنا قديمه هل هي ازمه نص ازمه انتاج أزمة عذرا ممثل شنو اللي دا يحدث حاليا ليش ما عندنا عمل يعني مثل ما نقول يحتذى به عمل نفخر به هواية طلعت أعمال لكن مو بالمستوى اللي إحنا نطمح له كعراقيين مثل ما كان سابقا شنو السبب شوف هذه الأسباب اللي حكيتها كلها ما عندنا يعني أزمة نص ما عندنا زين الآن أكو جيل من الشباب هائل يكتبون نص رصين زين يعني بدأوا يوازون أساتذتهم الكبار الرواد يعني ممثلين عندنا وبالمناسبة الممثل العراقي ممكن أن يظاهر الممثل العربي بس إحنا إنتاجنا خجول يعني إنتاجنا على قد حالنا مو مثل يعني مو مثل العرب يصرفون هواية ليش يسوقون إحنا أعمالنا ما تتسوق ليش ما أعرف السبب؟ ما أعرف المحطات ما تسوق يعني الآن اليو تي في والشرقي هم المعنيين بالدراما العراقية ما يسوقون يعرض برمضان أو يعرض بعد رمضان وخلص انتهى ينزل على منصة من المنصات وانتهى الموضوع مو هاي القضية الآن انه اكو فسحة من الحرية كبيرة اكو فسحة من الديمقراطية كبيرة فرقيب ماكو فانت تكتب براحتك سواء رضا المواطن او ما رضا المواطن يعني هسه الازمات اللي صارت بهاي الفترة أي. ها هي مو ازمة نص مو اطلاقا مو ازمة هو شيء مقصود اطلاقا مو ازمة شيء ممثل. مقصود انه الدراما العراقية ما ترجع الى نفس ما كانت لا شوف انا بهذا رمضان يعني بشرت بكثير من الاعمال بشرت كثير من الشباب الان اكو جيل من الشباب رائع جدا ممثلين ممتازين يعني خاصة على مستوى البنات يعني يعني ده يحقق حضور كلش رائع يعني انفرزت مسلسلين ثلاثة ممتازات يعني ممكن ان يضاهن العرب يعني يضاهن الانتاج العربي بس قلت لك احنا انتاجنا خجول يعني القناة من تحكي وياها يعني يبدون يتعاملون وياك شلون كأنك قاعد بعلوة جميلة يتعاملون وياك على فلوس الطماطة والبصل وهذا غلط منو السبب القناة لو الفنان نفسه عذرا على الكلام لكن هذا الكلام ما يدور ما يدور دندردش سوالف كأنما أصدقاء الفنان اللي يجعل لنفسه هذا يعني هذه السمة اللي تخلي المنتج اليوم يتحكم بي أنا أريدك بفلان سعر ومن يجيب غير فنان يجيبه بغير سعر الممثل غير هو يضع لنفسه فد مثلا من نقول فد صيغة معينة للكلام صيغة معينة للعقد وكذا ليش احنا الوحيدين أعتقد شوفي أعتقد يعني الكل يتحملون هذه المسؤولية يعني الممثل يتحمل المسؤولية القناة تتحمل المسؤولية المنتج المنفذ لا ما عندنا منتج ما عندنا منتج لحد يقول أنا منتج وما أعرف شنو ما حد يشتغل بفلوسه هذا اللي يكتب اسمه منتج هذا شنو منتج منفذ ما حد يشتغل بفلوسه لأنه العمل ما يسوق فهو ما يريد يخسر نعم ويريد يربح وهذه تعرف أنت حقيقة هاي
طبعا القناة المنتجة. اي القناة هي المنتجة. القناة المنتجة. قناة تنطي العلي يعني باكج خاص لهذا العمل، نريد من عندك عمل، ويشرطون عليك شروط تعجيزية لا تتلائم ويا يعني ويا السعر اللي ينطوه للمسلسل. لذلك شوفين احيانا يطلع يعني يشتغلوا لهم مثلا فد لوكيشن، اكبر لوكيشن مثلا بفد 250 مشهد، يشتغلوه بتقنيات عاليه والبقيه شله وعبر ذلك. هذا على اساس هذا يشيل هذا وهذا ما يشيل هذا، لانه احنا حتى احنا نشوف أكو مرات يناقشون الفنان بمصاريفه او بالرقم اللي عرضه. هاي الفنان يتحملها انه انا منتج واتفق ويا محمود او علاوي او احمد، نعم اقول له يا با انا راح انطيك هالقد، اذا وافق انا ربحان، بس اذا ما وافق يناقش، ممكن ان اجيب غيره ادنى من عنده مستوى اقل سعرا واقل سعره. فما عندهم ما عنده مشكله المنتج المنفذ، المنتج المنفذ اهم شيء يريد يربح. ما يعني يجيب علي بهذا الدور وهذا الدور هو مكتوب مثلا لعلي، يجي اذا ما جاب علي يجيب زيد او يجيب عامر يعني، ويبدون يادون من رخشوهم بعض الاحيان. يعني انا من خلال مسيرتي بالدراما يعني تجيك شخصيه زينه بس يخنقوك بالاجر. فانت تضحي بالاجر وتاخذ الشخص يعني تأدي شخصيه زينه، واحيانا اثنيناتهم بنفس المستوى، يعني هم الاجر ضعيف والشخصيه ضعيفه، ايش تسوي؟ تبدي تأدي من ورا خشمك على مقدار الفلوس، ويظهر بالشاشه طبعا. إيه يظهر بالشاشه، فلذلك يطلع باهت يعني ما بي لا طعم لا لون لا رائحه. اذا عذرا اكو هسه خليتني يمكن اسال سؤال استاذ علي، انت ايضا منتج لا انا مدير انتاج بالتصريح إيه؟ معلومه يعني إيه؟ اللي بالانتاج يعني اعرف الانتاج وبطلت اذا بطلت رجعت ممثل بس عذرا يعني انا الاسئله اللي راح تدور بشفافيه يعني طبعا طبعا يعني سؤال مو شيء شخصي. يعني الفنان هو اداه، اذا هو اداه الفنان لا مو اداه فنيه، وانما اداه اجيبها بفلوس معينه، كذا اجيب فلان بفلان هالقد مبلغ واجيب فلان. هي المنظومه كلها اداه، هي المنظومه كلها اداه، اكو رخيص واكو غالي واكو ظروف تعامل هذا مسؤوليه حكومه. هسه اليوم يحكي استاذ مازن يقول لك فلان القناه فلان القناه، هذني محطات اهليه ما تقدرين تجبريهم يشتغلون عمل حسب ما انت تردين. انا اشتغل بجنداتي، انا اشتغل المنطقه معينه، شئنا ما بينه، اكو سياسات واكو احزاب واكو اشياء. انا بفلوسي يعني اشتغل، يعني حتى الفن دخل بالاحزاب. والفن شو وقت مكان رساله، وش وقت مكان احزاب، وش وقت مكان يعني سياسه. لا هو الفن سياسه. انا اشتغل بفلوسي ما تحقي ابد. انا اشتغل بفلوسي اريد اوجهك في توجيه. قناه الحكومه وينك؟ قناه الحكومه وينك؟ ما عندك فلوس؟ لا احنا عندنا خير من الله فلوس. زين. احنا العراقيين احنا زناقير، احنا رب الكرم والشجاعه وكل شيء. فلوسك وين انت؟ كقناه حكومه اشتغل خمس اعمال، اشتغل ست اعمال، المتلقي العراقي اسوقها. المتلقي العراقي يا اختي العزيزه يريد يشوف قناه الحكومه، يريد يشوف، بس من ماكو اعمال يضطر، حتى المتلقي صار اداه، يضطر يشوف هاي القناه اللي تبث اي شيء اللي بخاطرها بفلوسها. القناه اللي قناة الحكومة انتج خمس اعمال. اليوم من استاذ مازن يشتغل عمل لقناة الحكومة، اجورها يعني ذيك الفترات كانت اجورهم قوية كلش زينة. انا ما راح اضطر اشتغل القناة الثانية باجور بسيطة وبالمحتوى اللي يريدوه هم. من هي القناة؟ قناة العراقية اجورها زينة؟ اي كانت بالمباشر زينة؟ مو زينة نفس الشيء. بالمباشر زينة؟ صدقني؟ لا. يعني قصده ما يطوها جهة انتاج بالمباشر بالمباشر مو بعدين سووا لائحة بالمباشر. هن شوف، هو القياس ما يعبروك ل 350 المنتج. ايش قد بالقنوات الباقي ايش قد راح ياخذون؟ نفس الشيء. ايوه يعني يطوك نفس الشيء. قصدي بالقناه، قناه الحكومه حقك مضمون، عندك 30 حلقه تستلم 30 بالضبط حلقه بالضبط. بالقناه هناك يطلعوا لك 100 شغله. تاخرت على اوردر، لازم نقص عندك. هم كل المنتجين ابو امير، هم كل المنتجين عندنا منتجين محترمين. صح. عندنا منتجين يمكن يعني ما جامل، الاغلب محترمين. لا كم بلاش وكم كم حرامي انحسب روحه على المنتجين. اسال المنتجين الخيرين. صح. انا اذا احكي غلط قل لي. لا كل صح.
اي مو احنا هنا نبدا نتعامل ويا الممثل مو كممثل واكاديمي واكو قسم من عندهم الى باع طويل بالتمثيل دا نتعامل ويا بفلوس حتى تكمل يعني تعال انا جايبك دا اشغلك بفلوس حتى تكمل يعني معلومتي حتى تكمل معلومتي ايه؟ قناه العراقيه في الحد 2014 و15 كانت مسويه لائحه استاذ مازن نمبر 1 علي نجم نمبر 1 استاذ محمود الالف وباء قسموا الف وباء وجيم نعم كانوا يدخلون حتى وين المنتج منفذ يمكن ما يذكر استاذ مازن لا ذكر تدخلوا بالاجور وطوا اجور جيده جدا وكانوا يطمحون للاعلى لكن بعد 2014 بعد ما اجانا الملعون داعش راحت الاخباريه وراحت المنشن هاي راحت داعش وفيروس كورونا وكورونا ومنشن انضرب بها الفنان العراقي راح يلجئ الى الاعمال اللي يريدون هم هذه لازم نرجع بعدين الفنان شو يشتغل بعدين الفنان شو يشتغل مرات يتوازن استاذ مازن يقول مرات ثاني اشتغل شلون يعني شو اسوي اشتغل لانه يريد منه ابو المولد يريد منه الاجار يريد منه العوائل تريد منه وكذلك علي نجم الدين وكذلك احمد يعني احكي عنهم يعني نعم نعم فياخذ يعني نضطر نشتغل نضطر نتونس بالعمل يعني هسه مرات انا اشتغل عمل والله اجور يعني انا اقول أنا معقول اشتغل بهذا الاجور بس شنو في سبيل اشوف الصبح استاذ مازن يسولف على التشريب يسولف بالفن يسولف بالشعر يسولف قضية هاي تونسنا احنا كممثلين ايش رايدين ايش رايدين اريد اقول شغله تروح تبع ما احكي كلش اذا انتم اسف منك مو انا اليوم شايفه اليوم يعني اني يعني لازم احكي لا الفنان بالعكس. لازم يحكي انت كسادة نواب محترمون اذا انت قلت للفنان لا تشتغل فلان عمل ولا تشتغل فلان عمل وانت دا تشتغل غلط وانت دا تشتغل صح وانت هاي لا خلينا نمشي على غير خط احنا كم فنان اكو ف 2000 نجم ايش دعوه 2000 قسمونا على الـ على الـ على الوزارات قسمونا على الوزارات كل وزاره عدم عليها ف 250 فنان واحسب له راتب ذاك الوقت تقول له عندك راتب ليه تشتغل عمل يدين يدين شريحه معينه او يدين شيء قسم على الوزارات وهي صار بالدول الباقية لا هذا الموضوع لازم أناقشك به لكن بعد الفاصل أستاذ علي خلينا نروح وياكم إلى فاصل ونواصل مشاهدينا رجعنا وياكم بعد الفاصل ومتواصلين في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة وبرنامج المحطة مع ضيوفي الكرام وطبعا بالفاصل هي علقت إلا شوي لا سولفوا يا هنا وناسنا لا لازم والله نحكي بهذا الموضوع اللي هو موضوع مهم اليوم اكو فد عتب على الفنانين شلون تقبل هيك دور وشلون تروح لهيك دور وكذا خلينا نسمع شويه من استاذ احمد و... يعني انا ذكر استاذ علي قبل شويه واستاذ مازن انه شلون انا اقول هذا البيت يعني الباب والشبابيك الشبابيك ده تشتغل مفتوحه والباب مسدود انا شنو الفايده الباب انا يعني اشبهها انه هي قناه العراقيه نعم القنوات الباقيه هي الشبابيك بس هي الام العراقيه هذا الباب الرئيسي اذا هي العراقيه ما تشتغل يعني صار اكثر من سنه يعني قناه الدوله والدوله بصوره عامه يعني ما مهتمه بالفنان ولا حتى يعني معالي وزير الثقافه يعني ماكو اهتمام بس ما لها علاقه بالدراما ما لها علاقه دراما اعلام مو ثقافه السينما ثقافه يعني ما لها علاقه لا. يعني وزير الوزارة... الاعلام والاتصالات ولا ما اعرف اي ما لهم ما لها علاقه وزاره الثقافه بالتلفزيون اطلاقا من المسؤول عنها مسؤول عنها كانت وزاره اعلام اكون لغت صارت هيئه الاعلام والاتصالات اذا موجوده كل شيء بمكان لا اذا هيئه الاعلام والاتصالات تشريعيه يعني من يصير ضغط على مسلسل او على برنامج ممكن يمكن اكو عندنا احنا يعني. مستشاريه ثقافه يعني مستشاريه ثقافيه برئاسه الوزراء وهي اللي من دورها انه ترفع من شان الدكتور عارف الساعد هو مستشار ثقافي اليوم كان اكو عندهم لقاء او هيك سمعت استاذ حامد المالكي تحياتنا البارحه اي كان عندهم اي كان عندهم لقاء حول الدراما وكذا وهاي بس ما اعرف هل هو بالمستوى اللي احنا نطمح اليه احنا نقول ذكر الاستاذ علي انه القناه العراقيه ليش ما تنتج بعدين هسه اكثر اللي مثل ما قال الاستاذ مازن ماكو منتج اكو منتج منفذ لان القناه تطي يعني انا اتذكر بالعراقيه قبل 2014 اشتغلت عمليه للعراقيه يعني انا اروح اوقع وطهويتي واستلم اجوري من القناه ماكو منتج منفذ من القناه مباشره فكانت الاجور زينه كانت الاعمال يعني انا كممثل اروح مرتاح نفسيا يعني ودور هو اللي يليق بيك شوف بس احنا عندنا انه مثلا اجرك 300 مثلا تستمر عليه فت 6-7 سنوات تاخذ 300 بمصر شوف في مصر يعني استوك جاي اجرك فت 500,000 جنيه من يرشحوك العمل ثاني يقولوا لك جيب لنا العقد القديم اللي مشتغله انت بفلان مسلسل فتجيب لهم اياه اجرك
$500,000 او 500,000 جنيه بالعمل الثاني يزيدوا لك الضعف. فعلا سياق هذا رسمي. هذا سياق ما بي... لازم تزيد بعد اشتغلت لازم ايه لازم تزيد هم عندهم يعني ليش يطلبون العقد؟ شوفون ايش قد ماخذ ها ينطوك ضعفه او ينطوك يعني نص الضعف. استاذ محمود ما شاركتنا بالحديث، يعني شنو وجهة نظرك من هذا الموضوع؟ اليوم الفنان يقع على عاتقه انه اذا قبل بدور ما يليق به فنيا اجتماعيا يعني ماديا يقع على عاتقه هذا الموضوع؟ ست احنا مثل ما تفضلوا زملائي استاذ مازن استاذ علي استاذ احمد يعني هو يعني هذا الموجود يعني فنان اللي ما عنده غير هذا المنفذ يعني شي يسوي لو الناس تلبي له يعني كسلطه كحكومه كوزاره يعني كمسؤول يعني بالدوله يعني ينفح عن هذا المواطن يرفعه ينطيه يفتح له يعني يفتح له مجال عمل ما يعني يروح للعمل ومرتاح ويمكن بالاجر اللي يرضى بيه يعني ما يتأمل وما يتحصر وما يتأذى وما ينمرج بهذا العمل. ليش نطوف لان هالقد ونطوني هالقد وكذا وكذا؟ يعني اليوم اذا انعرض عذرا اليوم اذا انعرض عليك اعلان والاعلان تشوفه ما مناسب لك لا عمرا لا منزلة لا تمثيلا لا تقبل لانه بمادة أنا بالنسبة لي ما اقبل. هو هذا السؤال أنا بالنسبة لي ما يعني هو تسألتي يا أستاذ محمود أنت سألتي هذا السؤال لأن يعني الأغلبية دا يقبلون يعني أنا بالنسبة لي الناس تسأل بالشارع يعني أنا من اشتغلت بال 2010 دخلت الوسط الفني شاركت ببرنامج أخذ الثاني على العراق كان كوميدي ستار اشتغلت بالكوميديا واشتغلت دراما ومدري شنو واستمريت ومسرح. فهسه الناس تسألني قلت لهم أنا صار لي فترة ما طالع بالتلفزيون لأن يعني الصابون والتايت هم يطلع بالتلفزيون يعني هسه هذا العصير يطلع بالتلفزيون إعلان. إذا هذا القلاص بينقص يجوز ما أشتري ما أشجع عليه، بس إذا القلاص مليان ومعروض بشكل حلو أوكي. فأنا ما مجبور أطلع بأي عمل زين. إحنا المشكلة اللي تصير يعني هسه الأعمال اللي عندنا يعني هاي السنة إن هم ليش دي يشتغلون بس برمضان؟ يعني أنا أقول لك هذا السؤال الفضائية. البديهي اللي حتى العراق بس برمضان يعني ليش أنا أنتظر؟ أنت تدرين هسه المفروض رمضان 3 أشهر يلا نلحق نشوف هاي الأعمال وما نلحق نباوع ما نلحق يعني. لازم باليوتيوب وما أعرف شنو بعدين شنو هاي الفكرة الجديدة إنه أنت اليوم تروح تجيب من التيك توك لو تجيب مطرب بدون ذكر أسماء مطرب فاشينيستا يعني أنا كمنتج اليوم راح أجيب يروحوا يجيبون مطرب ويجيبون ما أدري شنو حتى أنا اللي سمعته يعني للأمانة ان اليوم يجيب مطرب وما ادري شنو ليش حتى قبل لا ينعرض العمل المطرب عنده 3 أو 4 مليون يروج للعمل ويسوي له هيك وذلك الاعمال ده تنشاف في اليوتيوب قام يدورون مشاهدات. انا مره من المرات يعني يمكن هاي اذا احكي نكته تصير بس هي حقيقه قالوا لي انت قاعد ببسمه بعيد وما ادري شنو قلت لهم عمي عندي فيسبوك انستغرام سناب ورقم تليفوني ومشتغل ليش ما يخابروني عندك عمل تعال ما ادري شنو. مره قالوا لي يابا سوي دايت لازم تنزل وزن سويت دايت وتمرنت بالقاعه وهم دزوا علي والله العظيم اسوي هيك لا رحت للكراده قالوا لي التقي بالكراده استاذ رحت للكراده طبق السيارتي نزلت شربت قهوه طلعت لقيت وصل ب 50,000 من المرور 53,000 وما حدث عليه ولا عمل قهوه ب 3000 قهوه ب 3000 والمرور قاصر يوصل ب 50,000 هاي 53 ورجعت زين. انتم يعني احنا الفنانين الموجودين ليش ما حد يدز علينا؟ يعني مو يقولون طاقات شبابيه ولازم ندز على فلان وندز يجيبوا ناس جدد احمد الموديل الجديد انه انت تشتغل بفلان قناه وباستمرار تشتغل وياها بس تشتغل ويا قناه اخرى يقفلون عليك ايه بعد هاي يشيلوك من بالهم اي والله حقيقه هاي ما تعرفوها انتم فعلا والله جديات يعني هسه اللي يشتغل بالقناه الفلانيه اذا يشتغل باي قناه مباشره يخلوه بالبلاك ليست فعلا بعد ما يجيبوه يعني هذا مو احتكار هم يقولون احنا ما نحتكر بس بداخله هو يعاقب اللي اذا ما مشغليك هواي ليش تروح غيره؟ اذا مشغليك هواي ليش تروح غيره؟ ليش يعني اذا جت فرصه لا علي يعني. اسمح لي والله انا بالنسبه لي اشتغل ويا اغلب القنوات لا اوقف لي راح احكي لك عن اولا احنا يعني الدراما العراقيه تعمل في ماراثون رمضان فقط بالضبط اي فعلا انطيني قناه تشتغل قبل وبعد ماكو وحده ماكو احنا عكس العرب العرب هسه عندهم استراحه فتره رمضان بعد حاضرينهم اي فعلا. بعد رمضان مباشره يدخل حيز التنفيذ عندهم حلو فعلا. فيشتغلون السنه كلها قبل
الدراما وجوه المصريه وجوه كثيره قبل مازن وجوه كثيره مو احنا دا نشوف حاليا نفس الوجوه دا تتكرر فعلا يعني دا تتكرر تعرفين ليش هم قاموا يعتمدون على قال احمد ايش قد عندك متابع اول سؤال يسالوك ايش قد عندك متابعين انت بلوجر انت ما اعرف شنو لذلك تشوفين اكو ادوار مهمه دا يجيبون عليها لو هذا الفاشينيستا لو بلوجر لو ما اعرف شنو وهذا ما يعني مجلته المزمار ما قاريها يعني ما يعرف الف باء التمثيل التمثيل اخوان التمثيل صعب جدا اصعب من الطب خليني اذكر انه انت بدايه الحلقه قلت اكو بعض الشباب جيدين انت ما تهاجم الشباب لا تهاجم الشباب شباب الاكاديميين انا اقصد شباب الاكاديميين ممتازين جدا ابو الشباب هو ذكرها بالبدايه انه اكو بنات هو انا اقول على مدلين نوخذ انا ذاك اليوم ولا صديقي خابرني استاذ ولا صديقي خابرني قال لي انا اريد انعرف شنو رايك ادخل الاعلام ولا التمثيل ايش عد عادي يعني اليوم الممثل يدور هسه انا وياك اسوي دور مشكله دور طشه وترقيم مو الممثل الناس الجدد الناس الجدد ترند الناس الجدد يعني هسه تحياتي لوزاره الداخليه يعني هسه طبين على التيك توك ما تلقين محتوى هابط فعلا صارت المنشورات يعني زينه ودا يكرمون الناس الزينين هذا فد شيء ايجابي وكل زين هذا طبعا المفروض هذا من زمان يصير فهذول اتجهوا وشافوا اكو سهوله يقول لك انا بعد ما اسوي بالتيك توك ولا مشاهدات ولا تجيني راتب وفلوس لان ابيها فلوس فصارت سهله اني اروح على فلان عن طريق فلان ويجي يدخل التمثيل مو قال استاذ مازن حتى الفنانين عذرا انقلبوا بلوجرات يعلنون على اشياء التمثيل صعب جدا يعني انا اتذكر مره دا اصور مسلسل يعني حتى بالبيت صرت عصبي عليهم لان انا شخصيتي اطلع عصبي فمتقمص بالشخصيه هسه انا وياك اذا اريد نسوي يعني مع احتراماتي لكل الفنانين ولا حد يجي يقنعني بالكاميرا الخفيه ويقول لي ما ادري انا وياك هسه اذا نسوي كاميرا خفيه كم فنان تريدين اجيب لك يقول لك انا قاعد خلي يعطوني 200,000 150,000 الاجور اجيب الكاميرا الخفيه كاميرا خفيه كلها اتفاق بس هم اهل الكاميرا الخفيه عرفوا يا فنان يخابروا استاذ عندنا كاميرا خفيه تجي يروح يمثلها تمثيل وما ادري شنو هذا ماكو اهداف الكاميرا الخفيه اهداف بانه اسعاد الجمهور لكن اكو كاميرا خفيه علاوي كاميرا خفيه يعني احنا عندنا يعني بائسه مع احترامات للجمهور الكاميرا الخفيه يعني كلش بائسه انا اليوم لو ممثل مثل ما قال استاذ مازن احنا هسه نحضر انا هسه طالع برمضان عندي عملين او ثلاثه اعرف انه انا راح اخلص رمضان راح ادخل بعد عمل عندي قبل رمضان الجاي سيناريو اخر انا احتاج اليوم اروح يم كاميرا خفيه وراح اسوي اعلان هو منو اللي يختار المخرج لو المنتج هو كان يختار المخرج هسه المنتج هو هذا سؤالي ترى كان يختار المخرج هسه المخرج يجي ينطون ناس يقولوا له هاي الممثلين احنا موزعيهم فلان شخصيه فلان شخصيه فلان فلان يعني شخصيتين ثلاثه ممكن هذول ينفرضون ليش لانه بحكم انه تاريخهم المهني فلازم يخليهم بالعمل حتى العمل يشاهد انا بهذا رمضان كانت شخصيه يعني مثلا هي ما مكتوبه لي بس من قروها هي بينت لأحمد الطيب نعم يعني كديزاين وشخص وما ادري شنو هذا جابوا واحد بدالي ما له علاقه اضعف من عدي لا جسمه مثلي لا شكله مثلي لا ابد على مود يعطوا نص الاجور اللي انا اخذها واللي هي اجوري مو عاليه اجوري كانت بسيطه بس هذاك جابوا واحد يعطوا نص الاجور ليش هو هذا قبل بي يعني المنتج ها المنتج اللي هو على قولة استاذ علي نجم هو جديد على الانتاج يعني صاير صاير منتج هو ما عنده فلوس مخلصها دين احنا الرقابه مين راح تجي عليهم فيجيبون هذا الممثل ليش؟ لأن يقول لي كان جايب أبطال اثنين أو ثلاثة بالعمل، فذولا بعد ما يبينون يمشون على القناة. يعني هو هي المشكلة نرجع ونقول ماكو تنظيم بالفن، ماكو فد منظمة تحتوي الفنان، بالتالي يعني مع احترامنا لنقابة الفنانين واللي أنا يعني من ضمن يعني عضوة فيها، لكن ماكو رقم منظمة. رقم هويتك حتى نشيلها. لا نقابه الفنانين والله عندنا نقيب لا شوفي انا شوفي نقابه الفنانين احنا نحكي قانون ها قانون نقابه الفنانين يعني الان بتعديل انقرب مجلس النواب قراءه اولى والركن اذا صدر القانون الجديد للنقابه راح يصير لها سطوه كبيره هسه احنا الان في النقابه انا عضو المجلس المركزي في اعداد يعني تاسيس مؤتمر او راح يعني نسوي مؤتمر ها لمناقشة واقع الدراما وواقع الأجور وراح نسوي لوائح راح نسوي لوائح حلو ها ونبلغ بها القنوات تفرضون عليهم هذا الفرض إنه هذا أجره لأنه أكو نسبة للنقابة ولازم من تشتغل تجي تصدق العقد بالنقابة وأنا مقترحي يعني اللي راح يصير بالمؤتمر إنه إحنا مثلا حددنا العلي $600
علي إذا يروح يشتغل بـ400 وأحس راح أقترح، وأحس أني كنقابة راح ألغى هويته. حلو هذا الشيء، هذا يعطي تنظيم أكثر طبعاً للفن، وينطي تنظيم اليوم لأن هذا احترام مركزية، هذا يعني مركزية واحترام للفنان. ما عادت ما عادت القضية خوانيات ولا عادت بثواب فلان. الآن الفن في مفترق طرق، يعني قضية خطرة جدا. شوف العرب ايش يقدمون واحنا ايش نقدم، واحنا اقدم تلفزيون. استاذ مازن، هذا يقودني الى سؤال، انه من احنا ما منطين حق فناننا، فبالتالي من السهل العرب يتخذونه بدراماتهم وكذا ويستهزئون بفناننا كذا. كم من الفنانين شاركوا باعمال عربية وما تم يعني النظر لهم كفنان الى باع طويل بالفن وكذا، وصارت مشاكل كثيره بهذا الموضوع. ما يسوق الفنان يعني الفنان العراقي حد الطربيل ترى. بعد الطربيل ما حد يعرفه. وعكس الفنان العربي والخليجي صار شوي اقرب من الطربيل بارده اليوم. ها؟ اقرب شوي بارده والله. اي والله ممكن جديات. يعني ما احنا ما عندنا فنان يسوق للاسف. ما عندنا مخرجين، عندنا عظام بس ما عندنا مخرج يسوق. اكو مخرجين عرب اسمه يسوق. اسمه يسوق يعني حاتم علي الله يرحمه. الله يرحمه حاتم يسوق. لو يجيب من كان من يكون هو يجيب مدري منه اسم. اي هو اسم لانه يعرفون انه حاتم علي ما يشتغل عمل متدني. اليوم اكو بعض المسلسلات اللي نزلت في رمضان، اكو خليني اجي استاذ محمود، اليوم اكو فد مسلسل يعني لفت انتباهك قلت انه يطلع من عنده مخرج جيد، ممثل جيد، يعني كاستنج كامل جيد، مو الا الممثل اللي بس بداخل هذا، أكثر عندنا كاستنج كامل، اكثر من عمل، اكثر من عمل يعني بي تفضل تفضل استاذ مازن على 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 الممثلين سواء شباب او بنات، ممثلين حلوين وعندهم معلومه وناس اكاديميين ويعرفون ايش يسوون، يعني من خلال ادائهم، من خلال استرخائهم امام الكاميرا، من خلال تجسيد الشخصية. فذول الناس يبشرون بخير، يعني ذول دعم كلش عالي للفن، للفن العراقي. خليني أجي للأستاذ علي، إحنا عندنا ورش تمثيلية يعني قبل ما يدخل الممثل إلى هذه الشخصية، عندنا ورش تمثيلية، عندنا بعض المخرجين يقرون قراءة الطاولة، عندنا بعض يعني اغلب مخرجين. ليش لحد اعذرني على السؤال، ليش لحد الان نشوف الممثل جامد امام الكاميرا ما عدا كم ممثل اللي هم صف اول نقدر نقول عليهم، من يوقف قدام الكاميرا تحسه ما يمثل، لا تحسه واقع وكذا. يعني ليش البعض الاخر هي مشكله هي مشكله سبب الممثل لو سبب يعني اول شيء سبب الممثل طبعا ادائه، وانت من تطلع بالشاشه بعد ادائك يحكمك. بس هو بالعكس ثاني شيء لقطتك اذا كانت مريحه. استاذ علي السلام عليكم، ترى التمثيل قبل الدراسه هي موهبه. انت الطب للدراسه لازم موهوب، لازم عندك هاي البذره مال الموهبه. الدراسه شو تسوي؟ الدراسه تطور لك هاي، يعني قراءات، توجيهات الاساتذه، الالتزام، سلوكياتك، الالتزام، غيرها، كل يعني الاخلاق اللي تعلمناها من اساتذتنا. الان هواي شباب تنقصهم هاي الاخلاق، ما اقصد مو اخلاق هاي العاديه، انا اقصد الاخلاق الفنيه. فهي موهبه. يعني انا اذا جبت مثلا واحد عنده متابعين على التيك توك وهو ما له علاقة بالموهبة يصير ممثل، هسه ما أنا قناة إسلامية ما أقدر أقول لو ينزل مدري منه. لا حبيبي مستحيل. أنت أغلب المشهورين أو المشتهرين أو ما أدري شو تسميهم أنت، طاشين. أغلبهم الطاشين، وأنا كاتب الطاشين لا دين لهم. بالفيس بال 2019 كاتبه، هسه طلعها وشوفكم إياها. اغلبهم هسه يقولون بدنا نهاجم لا لا من هذا، لا احنا ما بدنا نهاجم، احنا ليش بدنا نهاجم؟ احنا بدنا نشعلهم. اكو محتويات، اكو مشتهرين او مشهورين لا محتواهم يجنن، اكو معدولين على قد عدد الاصابع، يعني عدد الاصابع يمكن بس يدي لنا يعني هيجي. بس يا اخي هم صغار ما يصير يكبرون، هذا على قد التليفون انت وسووها قنوات كبروهم زغروا. انتوا على قد التليفون لا تجي وتواجهني تطيني بالله، انت تلعب خماسي ما يصير تنزل ملعب الشعب. اي مو غير المدرب جاب لعبه، اكو من يعطي مجال. لا هسه شوفي يعني هذا رمضان، هذا رمضان فرز عندنا يعني مخرجين ممتازين عراقيين. انا ما لي علاقه
يعني المخرج العربي جايب ليها من الأردن أو جايب ليها من لبنان، نعم، من سوريا، من مصر، ما لي علاقة، لأنه ذاك دورات وورش وطالع دارس برا وما أعرف شنو. على حساب الشخصي لو ورشة عمل يفرضها المنتج؟ لا، أكو مخرجين رصينين يعني ما يطب تصوير إذا ما يسوي، إذا ما يسوي قراءة طاولة، لأنه بيها تحليل شخصية، بيها دائرة علاقات. يعني عذران أستاذ مازن، أكو اللي يمثل بعيونه ستة ياما وياما، أكو عندك مسلسلات مثل بعيونك، بس عيونك بعد ما مثل بعيونك قبل المنابر. ها، شوفي مثلا، يعني على سبيل، مو لأنه أنا مشتغل بالمسلسل زين. الآن اللي حقق النجاح على أرض الواقع بغض النظر عن الممنوعات، يعني بغداد جديدة، مهند حيال، مهند رجل، حياتنا مخرج شاب، مخرج شاب بس مخرج سينمائي، أول مرة يشتغل تلفزيون، حقق نجاح ممتاز. علي فاضل، مسلسل غيت، نعم أكيد، تحياتنا. أكاديمي سامر حكمت، مسلسل كاتب، يعني سامر عابر هاي المرحلة. مهدي طالب، مهدي كاتب الساد، يعني اليوم عمل بلقطات مخيفة، يعني قصدي هم حققوا نجاح، يعني بكم ما توطن سامر حقق نجاح على مستوى الإخراج وعلى مستوى الأداء وعلى مستوى الحكايات حلو. فلذلك عندنا مخرجين احنا ممتازين جدا، والأساتذتنا اللي هاجروا يعني همين ننساهم، ما يصير أكيد، يعني ما يصير ننسى نبيل يوسف، ما يصير ننسى فلان، ما يصير، يعني هواي وهذا غلط. يعني انت خليه برا، والله شنو ما تجيب، انت تجيب ممثل عربي تخسر عليه فندق، تخسر عليه اجور عاليه وتذكره في اي بي ذهاب واياب، وجيب لك مخرج عراقي يعرف بالهذا. يعني انا اريد اشتغل مثلا فضوه عرب، فضوه عرب اجيب لها مصري شو ما عرفه فضوه عرب، مو لو انا غلطان. يعني اريد اشتغل باب الشيخ فعلا، ها هو باب الشيخ من يفتهمها؟ غير العراقي يفتهمها، مو اشتغلوا مدري اشتغلوا اعرف ايه وش طلعت. انا من حكيت هو البطوله المكان باب الشيخ، من حكيت انا من حكيت العراق سوريا، سوريا اشتغلوا يعني مسلسلات عن مناطق اي، فانا من حكيت قالوا يعني احنا ضد مازن بهذا التصريح، ما يزاود على وطنيتنا. انا قلت من اهجر منطقة من العراق إلى سوريا فعلاً. أحس نفسي مثل الإرهاب اللي يفجر، هذا اللي حكيته. فما أقدر مثلاً، يعني هسه أنا أقدر أشتغل، جامع الحيدر خانة بسليمانية، ما ترهام، إيه فعلاً، ما ترهام، كل إحنا نعرفه ونعرف مكانه، وقباله حج زبالة، وقباله حسن عجمي، مو ذني بيئة، بيئة إذا ما تشتغلها بمكانها لا تشتغلها فعلاً. مثل مثل بعض المسلسلات تتناول ملفات ساخنة، انت لو تتناول الملف الساخن تطلع اسبابه ومسبباته فعلا، ها؟ طبعا لو لا تتناوله انت لا تتهمني انا الانسان البسيط. يعني مثلا يتناولون مراكز التجميل، تهبوا ذول الناس البسطاء اللي يقدون مدري شنو، هاي هم اساس الخراب، ما يعرفون انه اكو وراهم عصابات، اكو وراهم مسؤولين، اكو وراهم يعني ثلاث ارباع المراكز تابعة المسؤولين فعلا. هسه يزعلون يرضون، ما تعني لي القضيه، بس هذا واقع. اي والله علي واقع، هذا واقع. انت باع، انت مو مسيطر، وجهك حلو، ما تحتاج الفيلر ولا احنا جوز نحتاج، ما نحكي عليهم المراكز، لا ما له علاقه. لا انا عندي ولا صديقه اقدر اروح كل شيء اسويه. استاذ مازن، اي والله استاذ مازن، ايش قد ندنقط على الضلع ونسيت اقول لك يمتى، ايش قد راسك ونيمته، وايش كثر هجرك عاشر الليالي اللي هو وما انت، وانت سحنت الليل بقلبي وقلت موش انت. هاي تغسل هسه خارج نطاق، خارج نطاق البرنامج، محتاج فلفل حار. فلفل حار، فانا اريد خل. افرح لو تجون، والله 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 يفرح. والله انا بعت السياره وتورطت، يعني ان شاء الله بعدل بالاسبوع مرتين يا مكاني. على كلام استاذ مازن نريد نختم وجود هاي النقابه والدكتور جبار جودي والاعضاء الموجودين، اكيد تحياتنا. انا متاكد الدراما راح تحقق شيء، بس ان شاء الله المسؤول عن الدراما همينا يشوف الفن العراقي، لان الفنان العراقي يستاهل كل خير، يعني والجمهور يستاهل كل خير. يعني كلمه اخيره، اخواننا المنتجين المنفذين، فكوا ياخا من المخرج العربي. الله الله بالمخرج العربي، والله فكوا ياخا من المخرج العربي. شويه اقول لك، مره طلع مسلسل يعني مشتغليه بسوريا، واحد يبيع غاز، واحنا قنينتنا تختلف، قنينتنا بيها منظم، القنينه البره
سكول اسبانه وشد لك صوند. انا رايح احكي مو ترين شكلت بداخلي زين شكلت يعني علامه كل شيء هاي مو قنينتي اي مو قنينتك مو هي الفتره اللي راحوا اشتغلوا بها السوري يعني مو دفاعا طبعا البيئه لازم تتحقق انا وياك الدهانه اشتغلوا هنا خلصت بطل بالدهان الوضع كان بالعراق بال 2006 2007 من راحوا السورية يعني وين اشتغل لك بالعراق كان ما اقدر اصور اقول لك الدهان ليش اكو فنانين اشتغلوا يعني انا اشتغلت والبغدادية اشتغلت عمان بس احنا الحديث يطول بس انا اسفه يعني الوقت 2007 داهمنا سنوات النار 2008 اشتغلت انا بيه بيت الطين 2006 انتوا ما بردتوا؟ لا لا بردنا بس انا خلي اخر شيء لي قبل الختمي وياي الكاميرا اي باكر احد فطوري راح يكون مخلمه وبيض عيون خلي الاستاذ مازن باكر اللي اسويه باكر اسويه هاي بعد هاي انكتبت عليه بيض عيون شكرا لوجودكم ويانا والهلذه يعني القعده وياكم اكيد ونشكر حضوركم ويعني الاجواء بارده وتحملتونا بس المواضيع حاره اي المواضيع فعلا ساخنه احنا عصبنا الاستاذ مازن اصلا انا والله عود وصيتك انا قصيت من الحرقه بالقران اي والله من الحرقه يعني ما معقوله اقول لكم ترى ذا يعني بالستينات تحت موسى الحلاق احسن من اعظم مسلسل مصري فعلا فعلا اي والله فعلا القعده وياكم حلوه وان شاء الله نلتقي بلقاءات اخرى شكرا جزيلا لكم ورمضان كريم عليكم اشغل القطار تعال وراي وتصيح لنا اذا مشاهدينا محطاتنا بعدها مستمره وعندنا محطات جايه كثيره خليكم متواصلين ويانا الى اللقاء